أيها الإخوة، إن المساجد بيوت الله عز وجل التي هي محل ذكره وعبادته وتعظيمه وتلاوة كتابه ونشر شريعته ومأوى عباده الصالحين، فيها المصلي القائم والراكع والساجد، وفيها المعلم والمتعلم لشريعة الله، فيها المستظل من الحر والمستكن من البرد. فالواجب علينا أن نعرف ما للمساجد من الأحكام والآداب، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله الذي هو غاية المطلوب، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من تعظيم المساجد أخذ الزينة عند كل مسجد، قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذلك بارتداء الملابس الجميلة والنظيفة عند الحضور إلى المساجد، وأن يستشعر المسلم أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل، فلا يليق أن يأتي إلى المسجد بأثواب غير نظيفة أو بثياب النوم كما يفعله بعض الناس الذين لا يستشعرون ما للمساجد وما للصلاة من التوقير والتعظيم. فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى أحق من يتزين له وأحق من يتجمل له.